أهلا عن سلامتكم. أنا سعاد تعملة ساكنة بالسليانة حي الطيب المهيري، بعيد شوية على الولاية لمحال. أنا انهارتها أبوه، زوجي مش هنا، خرج البارة في زنيزة عنده شكون ماتله وخرج للريف. قلت أنا ما عنديش حد شيء في الدار، لا عندي مقارونة لا عندي سميد لا عندي خبز، معناها العطارات الكل مسكري، نستعمل معنا في الكريدي في الخبز مسكر. هزيت بنتي من يديها مشينا باش نشرو الخبز. قربنا شوية مزلنا في الزنقة، كخرج هبط من نحن مزلنا شادين بعضنا كانش من بعضنا، هبط من الكهرباء من اللي هبط طول ما بيني وبينكم 10 متر. ضربني تو، كي ضربني جت بنتي، يعني كي جت شفنا نحن معناها جت شفنا المكحلة كاي شفناها، لفتنا وجوهنا للخلية، كي لفتنا وجوهنا للخلية بنتي جاها في العروق نتاع كرومتها، جاني في صدري جاني في ساقي وجاني في داي. طحنا الزوز سميك ما فرنيش، معناها بدي الدم يجري منا ونتريقوا الزوز وطحنا دخنا. ما فقناش شكون جه هزنا شكون ما هزناش، فقنا انا نقول روحنا اني فقت الست ما 11 فقت الست نتاع العشيه، خاطرني انا عندي فقر الدم وعندي تشيش العظام. بنتي تحت العملية، معناها أنا أخي فقت الستة نلقاها معناها ينحولي شوي في الرش ويدو في على فقر الدم، وبنتي نحولها في الرش من كرومتها هكا هاو. العشية آخر مع 9:30 نتاع الليل روحوا بينا للدار، كي روحوا بينا للدار لا جبنا دواء لا عطونا حتى شيء، لا معناها لا جانا حتى وفد معناها باش معناها يعالجنا ولا يعطينا دواء. بقيت شناي من حالة الرش، كنت نخدم معنا منزلية، كنت نغسل صابون، كنت نمشي للفلاحة، كنت نعمل بالمسحة، كنت نعمل معناها نخدم كل شيء، نمشي حتى نقلع البصل نقلع البطاطا نعمل كل شيء على ولادي، خاطر الراجل ضرير عنده عين واحدة يخزر به. ولادي يقروا الزوز، عندي بني ولاد وقتها مزعن عمره من 18 سنة يقروا. من نهار تضربت بالرش تو ما نجمش ناصرش، حتى منديل نتاع كوجينة ما نجمش ناصرها، ما نجمش نمشي في الليل ما نرقدش، تعبني في ساقية في كرومتي في بدني، معناها في الجهة اللي صار كل معبي بالرش، كابس عليا ساقية وكابس عليا معناها يدي بالرش، ما نجمش نقضي حتى شيء. ولادي معناها حتى تعبوا مع ولادي زوز، معناها دي تقرا في الفاك والاخر معناها عمل مستوى باك وقعد ما عندوش لا خدمة لا شيء. ثواني حالتي معناها حالتي تعب يعلم بيك ربي، فقيرة ما عندي حتى شيء، الراجل تحت الحيط لا يخدم لا يقدم. اليوم ما عندي حد شيء، حتى معناها لا جتني عانيت لا معناها قالوا لي معناها لا جي حد معناها سجعنا ولا قال معناها لبيس ولا قال ما يسالش حتى حد معناها ما اتصل بينا، معناها ولا معناها راه بظروفي ني وراجلي معاق، معناها حامل شهاده عاقه، راجلي عنده شهاده بصريه من عيني. الحال حال الله، معناها ما عندي حد شيء. كنت تحكي انت طالبه في سوسه في جامعه كليه علوم تصرف الاقتصاد، بوقت اللي تضربت ما زلت ما خديتش الباك، ما زلت صغيره عمري 17. كيف ما كنت تحكي ما خرج انا وياها ماشيين للكوشه باش نقضي باش ناخذ الخبز، مازلنا ما مانيش في وسط البلاد، معناها في وسط الحومه الداخل، فما شجره متخبي وراها ولا درا كيفاه، احنا دوبا طلينا وهو ضربنا، معناه ما بيناتنا من با 40 متر و 30 حاجه كيما هك ما اكثرش. بيخت ضربت انا بالوقت ما حسيتش معناه بالضربه، نغزر الماما يدها منفخه ومن هنا بكلها بالدم في بالي كان هي. من بعد ما نعرفش كيف دخلنا الزوز، فما واحد من الجيران غادي كهزنا للسبيطار، فما كان طبيب واحد نهارتها يخدم، تصور انت يمكن 30 حالة مضروبين الصباح هذا 11:30، طبيب واحد يخدم على قدام من واحد. باهي اوكي، عملت انا الاوبيراسيون نحالي كعبة ولا كعبتين والباقي اللي في بدني بقى ما تنحى حد شيء، يدي بقات منفخة لين روحت للدار. الجمعة الأولى تعدينا ما نحكيلكش بالوجاع واللي صار فينا أنا وما بالحق حالة، على اساس من بعد واحد باش يجي شكون يحكي معاه، ما نعرفش نمشي انا نعدي على يدي نشوف شنو التبعات نتاع اللي بقى في بدني، ما فما حد شيء حتى لتوا ما جاي حتى حد محكي معاك، مشينا لهم معناها مره ما حتى فماش حتى رد اعتبار نتاع حكومه باش تعتذر باش نعرفوا شكون اللي عمل هذاك. نحن حاجتنا اللي عمل حاجتنا بالمحاسبات ما يسالش، حاجتنا من احنا ما يسالش، نعانوه الفقر مهما تكون، لما حاجتنا الا هي هذه اللي هانونا به، نحب نعرف شكون ضرب، حاجتي بالمحاسباتني
حاجتي اللي ضربنا ما حاجنيش نحن قسم عند الله، حاجتنا بالمحاسبات، حاسبتنا شكون جاء وضربنا وشكون بعث لنا الرش وشكون نحن حمامي قلتلو فينا فروخ شباب صغير بنيت ولاد هكاك عليه داخلين عليه للديار راهم يضربوا فينا في وسط الديار، نايل كرتوش في وسط الدار عليه نحن شنو عملنا باش نولاد تونس باش نولاد الوطنيه. معناها واحد يتسمى جاتو باللطف ما تضربش في عينه في في وجهه، جات اللطف شويه لان في رقبتي تصور كانت ضربت انا في عيني، معناها عمري 17 سنه نقص على قرايتي مستقبل كامل يتحطم، ما تلقى حتى تعويض من بعد، لا مادي لا معنوي لا رد اعتبار لا حتى عرفنا شكون اللي عطى الاوردر باش يضربوا بالرش هذاك اللي هو في بالي ممنوع قانونيا، في بالي يصطادوا به معناها حيوانات بالرخصة زادة مش هكاك حاجة تتسيب. بالحق معناها احنا توا طالبين جيست نعرفوا شكون اللي عطى الاوردر باش يضربوا بالرش ويتحاسب ويعتذر رد اعتبار الولاية كاملة. انا جاية نحكي معناها بصوت مش كان نحن فما ناس ما جاتش، فما ناس في الجبولات، فما ناس تضربوا وقعدوا في الجبولات، جو مساكين تسوقوا معناها باش يشرب حاجة خضر نخزر فيهم قدام الدار. جي واحد جي يضيف لجارتي، جي يضيف لجارتي جابوا جي ضيف الجاردي جابوه يكركروا فيه بالرش من راسه لقاع تروا جور سكسيسيف معناها شنو عملنا كيما كاين امراه ما عنديش الحال حال الله راجل حامل عاقل ما عندوش نمشي باش نمشي المراه نغسل باش نسيق باش نمشي نحي شويه في النار باش ناكل ولادي هذه تقرا في سوس هذاك يقرا في الليسين هني راجلي ما عندوش سليان الكل تشهد به راجلي سليان الكل تشهد به شنو يخدم المخلوق هذا في 150,000 ني نمشي نحي معناها من الصباح للليل نمشي للفلاحه نمشي للفلاحه 7000 فرنك 8000 فرنك نجيبهم باش نشري بهم خبز ومكرونه وزيت لوليد يزيد اليوم عندي 7 سنين وانا شاد الدار تو شاد الدار تو مولادي الحنان يسخف علينا في الصيف هذا يعطينا قلتين قمح هذا يعطينا شكارتين قمح والناس الكل تشهد به راجلي فين يمشي وفين يطلب وفين يمد في دي فهمتي علينا شنو عملنا يا لبنى انا شني ذنبي مشيت نشري في خبزة شوفني استعز هني انت تضرب لاني محمل حجره لاني محمل حاجه هز بنيتي ونمشي انا وبنيتي كمان شنو نجيبوا في خبز جواع في كروش نهارين الحوان تمسكر علينا منين الواحد مشيك منين مريضه ما انا عندي فقر الدم الزمنينيك صابرين انت عطلتك في قرايتك يعني كنت تحس نفسك اللي والله هي عطلت اما يلزمني نتجاوز الحكايه ومعناها ونكمل قرايتي ويلزمني وقتها عندي معناها نخزر كان الباك يلزمني ناخذ ونمشي نكمل قرايتي في الفاك ونتخرج باش نخدم ونجم نعاون عيلتي ونعاون روحي معناها ما حبيتش نخطر راجلي هو هني راجلي هاو يعرفون سميتوش القضيه في المحكمه لا ما عندنا حتى قضية مشينا لهم ما عطوناش حتى شيء يقولوا برا قضية والموضوع كأني ما صحت آخر مرة مشيت وقال لي اسمك اللي هي بالحق قضية كبيرة قال لي اسمك في القائمة ما ثميش لا أنت ولا بنتك آخرها قال نحن ما بعثناهم نمشوا الملفات مازالوا طيب عملونا هزونا عملونا اختبار يعني سيرتيفيكا أولية أنا فانجور هي بديزويت جور ما فميش السيرتيفيكا الأصلية دوسي ضايع ما كاني ما صار حتى شيء نمشي صحتوني نمشي نرجع من فم البي قولي لي يا بنتي راه مشوا عندنا الدوسيات مانيش متبنينا نحن القضيه ديرو تبنيناها في بلاصه اخرى كاهو ما يقولكش حتى فين بلاصه شكون اللي ضيع لك الاوراق فين تمشي وقاعدين تمشي للسبيطار ما فماش الدوسي نتاعك تمشي ما نعرفش انا الاتحاد ما فماش الدوسي نتاعك تمشي اي بلاصه محكمة ما فماش القضية بالكل تمشي له يقول لك الدوسي مش عندي تمشي له مشينا حتى معناها المحامين اللي اتصلنا بهم قال لي قبلها معناها هكا ما تضربتش في عينك احمد ربي تمشي يقول لك ما تضربتش في عينك احمد ربي ما تضربتش في عيني انا في الليل ما نرقدش انا كنت نحكي للمدام قال لك ما نرقدش في الليل بالرش ما نجمش نرقد خش الحمام يسخن نولي نحط الماء في دايف الماء بارد يولي يحرق في الصيف هذاك قلت طول النهار وانا تحت السبال بدني كله بالرش حتى لهنا للرش تعرف في حديد انسان في بدن شوفي انسان حر الصيف نتاع السنين كيفاش الواحد عديه وكيفاش الواحد معناها فيت وك الرش هذاك بيته ما نرقدوش انا واحده من الناس ما نرقدش عندي تهشيش العظام وديزات طبيب اللي عمل لي السيرتيفيكا في تونس دكتور حمدوني قال لي راكي انت متضرره اكثر واحد قال لي خاطر عندك تهشيش العظام يهبط لك بس العظم ديجا والله الا نرقدها في الليل بيت بالسخانه قاعده